عن جون اوكلي التاجوري، التاجوري ليفكي محمد يلعب الكره تسديده تمشي كره الجول الذي مرر الى محمد ليفكي، ليفكي الذي سدد الكره لتعود الى جون، جون يسدد جون عند كره اوكلي يلعب الكره اسماعيل التاجوري ينطلق بسرعه اسماعيل لكن يخرج الشعواني ويلتقط هذه الكره تعود الى محمد الشعواني، الشعواني يلعب الكره الى ناجي دراه، ناجي دراه الى هذا الجيل بقياده محمد المنقوش الذي يعتبر هداف التاريخي لفريق نادي السويحلي ب 23 هدف في الدوري الليبي ممتاز. فريق السويحلي هذا الموسم تاهل، تعود الى ناجي دراه الذي يعود بدوره الحارس الشعواني الذي يبعد الكرة إلى رمية جانبية لصالح بعض الشيء، زكريا عند الكرة لأحمد التشهدي خطيرة، التشهدي يلعب الكرة عرضية لكن بعيد على جون أوكلي عند الكرة جون، جون يبحث عن الكرة لفكي، لفكي لفكي يبحث عن عرضية محمد يلعب الكرة محمد يذهب لكن حكم اللقاء لم يحتسب شيء، تعود إلى التش لمحمد لفكي يلعب الكرة عرضية الشعواني وناجي في الوقت المناسب، شاهد هذه الإعادة والعرضية التي كانت من التش وناجي تراه في المكان والوقت المناسبين لإسماعيل التاجوري واحد على واحد، التاجوري عدو فات، التاجوري يلعب الكرة لجون خطيرة، ركلة ركنية لصالح فريق السويحلي تلعب الكرة لأحمد التش، التش لمحمد الفقية عند الكرة محمد يدخل منطقة الجزاء، الفقية يلعب الكرة للتش، التش عند الكرة عرضية لكن الشعواني يخرج، الشعواني يلعب الكرة في اتجاه ماتيوس، انطلاقة سريعة من ماتيوس، ماتس والكرة الخطيرة، العيوني وماتيوس استعادها في المرة الأولى، جون يحاول نسيم عناني يبعدها، تمشي كرة ناجي دراه إلى الشعواني، الشعواني كما أتت يبعدها تعود إلى طارق، أم أن الشعواني يتألق، ركلة ركنية تنفذ، كرة خطيرة لكن ذهبت سلامات. وبجانب ابو سنينة التاجوري التاجوري يلعب الكرة إلى فايز سعد ومفتاح بن طاهر يسدد هذه الكرة بالراس يحاول، هذه خطيرة، هذه ممكن أن يأتي من هذا الثاني، جون يلعب الكرة رايعة إلى القداري، القداري والثاني التالي 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 عرضية ولا أروع إلى القداري، والقداري يستمر في التألق الصغيرة بكرة عرضية في إسماعيل، هذه كرة خطيرة لكن الشعواني 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 على مرتين، شوط ثاني رائع تمشي كرة جون، أوكلي عند الكرة، أوكلي يحاول يلعب الكرة إسماعيل التاجوري، التاجوري يلعب الكرة بالعرض خطير للقداري، القداري كرة عرضية إلى جون، غير كرة معاذ، هذه خطيرة معاذ يلعب الكرة عرضية لكن تذهب إلى الشعواني، الشعواني يلعب الكرة الشعواني ويبحث عن زميل بعد العرضية الأخيرة التي كانت من معاذ الصغير. تمشي كرة الصبو عند الكرة مجدي، مجدي يبحث عن زميل، مجدي يلعب الكرة ولا أروع إلى جون، أوكلي خطيرة الشعواني 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 والخروج الأكثر مرني، شاهد مجدي السلماني والأروع للتمريرة وجون أوكلي والشعواني في اللحظة الأخيرة أبعد الكرة وتألق وحافظ هذه المرة براس، جمعة عند الكرة، جمعة للشعواني، الشعواني 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 يلعب الكرة إلى من؟ لكن تعود إبراهيم برويس إلى حسين بادي، حسين عند الكرة، بادي يبحث عن زميل لكن في راس يبعدها إلى رمية جانبية مرة أخرى، بادي عند الكرة حسين، حسين يبحث، هذه كرة خطيرة، هذه كرة مفتاح تسديدة، الشعواني يتألق بعد تسديدة مفتاح بن طاهر في المرة الأخيرة، هذه ماتس والمرتبة الأخيرة الخطيرة التي كانت لفريق السويحلي عن طريق مفتاح بن طاهر سدد في الزاوية الضيقة، كان الإمكان أفضل مما كان يا مفتاح لكن الشعواني تألق في هذه الكرة أغلق الجهة بشكل المطلوب، طافرة هيتم يسدد ويسجل الدقيقة، شوف الإعادة وتسديدة هيثم اصطدمت في القائم ودخلت الشباك، ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لقاء مثير بين الفريقين بشكل والأروع، عبد الرحمن يتقدم، إجهان عند الكرة، إجهان يحاول، إجهان يلعب الكرة عرضية
رائع السلماني، السلماني بالسرعه، السلماني يحاول بالمهاره، السلماني المفتاح، بن طاهر عند الكره مفتاح يحاول لكن تذهب الى لاجدراه. تدخل الاخير كان من زكريا ابو خطوه، تمشي كره الشعواني الى الكره المعتز ابو رويس بعدها في المره الاولى، الصغير يستقبلها في المره الثانيه، يمررها في الثالثه الى القداري، ينطلق عبد الرحمن، القداري يحاول، القداري يبحث عن التسديده لكن تعود مره اخرى لناجي دراه، ناجي يبحث عن زميل، يلعب الكره الى من؟ لطارق الرحمن والركله، عبد الرحمن يتقدم، عبد الرحمن يسدد وسجلها، شاهد هذه الإعادة في اليمنى كرة عبد الرحمن ليضيف بها ويسجل بها الهدف الرابع.